هنا العراق وهنا تتمازج الأعراق. نعم يا سادتي، إنه العراق. يا أيها الناس، من منكم رأى وطني أوصافه أسمر الخدين يشبهني، وظل منه على وجهي صدى قصب، وصرت له نايا في لحظة الشجن. السلام عليكم مشاهدي قناة الطليعة الفضائية، وحياكم الله وبياكم، وأنتم تشاهدون اليوم الحلقة الأخيرة من برنامج مهوال العراق الموسم الثالث. دعونا وإياكم نرحب أجمل الترحيب بلجنة التحكيم الشاعر والمهوال السيد علي الميالي. اهلا سيد علي الميالي. الله يحفظك مولاي. بيوم الصاح الزينب صلى وفوق ظهور الخيل مولاي. حياك الله مولاي. شلونك سيدنا؟ شلون احوالك؟ الله يحفظك مولاي. يسلمك يحفظك سيدنا. قواك الله على التعب. قواك الله انت على التعب. يحفظك الله سيدنا. ايضا دعونا واياكم نرحب اجمل الترحيب بالشاعر والمهوال عدي الكعبي. حياك الله يا عدي. حياك الله سيدنا الجليل. هلا بعدي. بعد بيتي. امس شفت جنازه شايلها العراق. قلت له ياه الماد، قال المستحى. قلت له ياه الماد، قال المستحى. حياك الله عداي. اهلا وسهلا استريح. وايضا نرحب اجمل الترحيب بالشاعر والمهوال والمجاهد كرار المصيري. الله محيه. حياك الله كرار. سيدنا الغالي. هاي شلون لما هناك بال على تنزلط من قلت نوب الماء يتأدب عرضه ولا غطي. حياك الله الغالي. هلا هلا بعد عمر خال. حياك الله. وايضا دعونا وياكم نرحب اجمل ترحيب بابن العم السيد لؤي الموسوي العقداوي. الله يسلمك ابو هلا. ما هلن ما هلن مو ليلة حسين المحبس يا شف كاشخ بيه. الله والليلة ان شاء الله نكشخ بيه. لا الله يحفظك سيدنا جليل. الله يسلمك. الله يحفظك واتمنى لك كل التوفيق تخصكم بالسلام. شو عجب ومشاكسين ناصرية ايه كلش ما ادري. سعد راسي ابو هاشم يا بعد قلبي. الله يسلمك. اذا اعزائنا المشاهدين، نريد شوية نتعرف على اللجنة وأجواها، وخصوصا اليوم الحلقة الأخيرة. سيد علي الميالي، شلون أهل الحمزة؟ خير. أكرام أهل الحمزة. شفتهم أنت طبيت لهم سيد وشفتهم. الله يحفظك. ويحبونك. شلون يحبون اللجنة كلها؟ العشائر كلها جبور لقيتهم شو مسوين بالمقطع؟ مال جبور. أي جبور. ها جبور والعوابد. والعوابد اي تحياتنا لهم. العوابد اللي يرجعون للحج مرزوق لو غير عوابد. لا لا لا، العوابد ذولا بالصلاحيه، منطقه اسمها الصلاحيه بالشاميه. ها اي جماعه حج مرزوق. اي والنعم. اي لساي الشكر واويه. صحيح. سيد علي، بالنسبه للساده اي اكو موضوع خطر ببالي، موضوع ذاك اليوم السيد حسن السولف بي ان انا وياك. اي قال بس آل هرموش ما جاوزوا ما جاوزوا وما يعني ما طلع من عندهم اي سالفه ويا الساده. آل هرموش. آل هرموش هم اللي آل هرموش شيخهم قدان وبعادل. الله يرحمه. احنا رحنا للعادل آل قدان. الشيخ هسه الشيخ عادل آل قدان. سيد والنعم. سيد حتى ويا جيرانهم ويا سادتهم. اي يعني سيد اروي لك روايه عن شيخ مالت ابنه مال ابنه دعمه. سيد واحد طلب سيارتهم، اجى شغل السياره، رجع كتل ابنهم، كتل ابن آل قدان. طلب السياره. طلب السياره جارهم و انا ما ردت اقول اسمه بس ما طولك صليت له. طلب السياره هو شعباوي. نعم خوش. شعباوي ابن عمي دعم الولد. اخذ الولد حطه بالمضيف. خوش. تدري ارتبك وعافه ومشى حطه بالمضيف، شاله يعني شاله من مكانه حطه بالمضيف. خوش. فاجى شيخ قدان، اجت الشرطه التمت الوادم، قالوا له يا اهل داعم الولد، هم عرفوا بين داعمه فلان، قالهم الداعمه ابني ثاني احمد. والنعم. اي ابن الداعمه. نعم واكرم. طبب ابنه بالحجز اسبوع.
وطلع وجهه المشيه قال من مات الولد حجز ابنه حجز ابنه الولد مات الصغير مات فحجز ابنه اسبوع ابنه بعد باعتبار راجع لي جيرانه هاي جيرانه رووه فجو قالهم انا اردى 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 بين تقدير الجار واحترام الجار هذا مو قصد كل شيء انا مشي ما اريد بس اردى بين لكم الاحترام سيدنا وشعبه وجارهم جارهم هم وشعب خلط يا محافظه بمنطقه بال شو اسمه فوق من الشافعيه تحياتنا لجميع المولى هذول هاي جودهم والله يحفظ الشيخ عادل بس انا قبل لا اختم وياك انا التبديها يا ابو لحيه البيض الصاق رعدان احترام الشيبتك نصبغ لعايان يا ابو لحيه البيض الصاق رعدان احترام الشيبتك نصبغ لعايان باسمك يحلفنا الرادي انخانه هل قال عليكم روح الشايب هل قال عليكم روح الشايب يخلص لو محكوم اعدام القال عليكم روح الشايب ودي الكعبي هلا شلون هاي مال اطعني راضي لك لحد ما تشبع ايه لا خلنا احكي لك فرد شيء حلو يلا انت كلك حلو بس قبل لا تحكي مال امس شفت جنازه شايلها العراق قلت لي قال ما قال المستحى بياسن عبد 2006 ل 2007 يعني تقريبا ما بين 2006 و2007 حلو تتذكر قبلها لا والله ما اتذكرها ايه انا تدري روحي حنينه والنعم منك خضره اي خضره وعم اليوم الانسان اللي ما يحب هذا بي جنون عز الله والحب انواع انت ممكن تحب لك بشر اكيد ممكن مربي لك فالطير تحبه سن. ممكن يعني نعم انت بالنسبه لتوب رزاق حب وانا سيد علي ما نحب اي والله لا ما نحب براحتكم بعد احنا ناس انتم حتى مبينين اليوم مهاوي المثقفين ايوه بيش ايوه عباس حنلهم حنلهم القلوب باللي قال يا احبابي حنلهم القلوب باللي قال يا احبابي حنلهم وما ادري كم ظهر خير حنلهم 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 أمس بجفوفهم دمعي ولا حنلهم أمس بجفوفهم دمع حنلهم خلص دمع ولا مرة علي ولي ويلي شال وهن شال وهن الدل لون ومن حمله وما ودعون الله ويشال وشال يا شال وهن الدللونا ومن حملا وما ودعونا ابويا ابويا الريد هن الضيعون عمي الريد 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 اهن الضيعون وعن الهجر ما عودونا شالوا أهل أهل المودة وفراقهم كلش تعدى أنا شالا شالوا أهل أهل المودة بويا وفراقهم كلش عمي تعدى وراح الضعن ياه اللي يرد يرد بعد والله بلوى ويلي 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 راح الضعن
وين الضعن ياهو اللي يرد من حمله وعمره تبدى انا مين اوي من حمله وعمري تبدى ابو هاشم الغالي سنت وعباس بعد قلبي موفق بعد قلبي فد واروح لك الله يعزك كران البصيري يا بعد روح يا خالي حياك الله الله محييك شلونهم الدير والله الدير يزهون بالنصر والبصيري شلون الله يحفظك بخير ايمن البصيري وين هيمن البصيري موجود موجود وياك حياك الله هو يقول اريد اقرا اي ان شاء الله اذا حصلت الاسد ها يعني اكو فقره له يمي خير ان شاء الله تحياتنا لك سيدنا تحياتنا لقناة الطليعة وكادرها تحياتنا للدكتور حيدر وحسين البغدادي بما أنه نذكر البصرة هلا أحب منا الله يحفظك أبو عباس هلا أنا أشكر كل مشايخ البصرة ومحافظ البصرة تحديدا يستاهل الشيخ أسعد العيداني يستاهل لأن جهود استثنائية للأمانة قام بجهود العربي. أحسنت بهاي البطولة فد الشيخ كاظم كرا الشيخ اسعد العيداني محافظ البصره الشيخ كاظم الصرايفي الشيخ كاظم الصرايفي ايضا جايهم بالحديث شكرا لهم الجهودهم المبذوله للامانه تعبوا طلعوا البصره والعراق باجمل صوره زائدا الشيخ اسعد العيداني قدم فرد مبادره جيده للجرحى الحشد الشعبي تعرف كان الجرحى الحشد ينطونهم على النسبة نسبة الإصابة اللي عندهم حتى يمنحونهم قطع أراضي لكن الشيخ أسعد العيداني صرح هسه آخر تصريح قال إنه جرحى الحشد عندنا الكل جرحين بس للأمانة والله يستاهل الشكر والتقدير إيه والله يستاهل والله يستاهل احنا مو لان احنا نشكر الجهود اي والله الجهود بهاي البطوله شفتوا الكل العراق شاف شنو سوت البصره بجهوده البصره سووا فلك شيخ اسعد يقول للوفود اللي جايه للعراق يقول قلنا له قلت لهم هلا بالطب بثايتنا وكفو يستاهل شيخ اسعد قلت لهم هلا للطبيب ثايتنا نكرم ضيفنا من الحسن عادتنا احسنت قلت لهم هلا للطبيب ثايتنا نكرم ضيفنا من الحسن عادتنا وعلم ضيف العراق ولا نسد بباب مثل ما كل مضايف هل ببصرتنا احسنت وعلم ضيف العراق ولا نسد بباب يستاهل مثل ما كل مضايف هل ببصرتنا انت اللي قلت لهم هاي البصره واللي يدخل حياها الله موقف شيخ كاظم الصرايفي يستاهل ابو رضا والنعم ابو رضا للامانه يعني محافظاتنا الحبيبه بالعراق لقبوا شيخ كاظم الصرايفي بكريم العراق النعم يستاهل يستاهل فانا وظفت له قال احكي لي اياها للامانه يعني الولد ربعنا قلت لهم لا انا هاي احكيها خاصه الشيخ كاظم لان كرماء العرب من كريم ابو خوذه وخلف ابن دعيجه وكلا الله يحفظه ان شاء الله قلت يا ابو مضيف يا ابو مضيف المرخص الزاد ويلي مكسر اسعار السوق شيخ كاظم يا ابو مضيف المرخص الزاد ويلي مكسر اسعار السوق كريم اهل العراق الناس لقبوك وعليك يلوك كريم اهل العراق الناس لقبوك وعليك يلوق مثل سوات ابو خوذة كرمت حتى اللي يريد يبوق الله الله مثل سوات ابو خوذة كرمت حتى اللي يريد يبوق على روس الفطر مهودي خلف تتناقل المخلوق ابن دعيجة ونعم عطاي رد ويا المني عحقوق ابن دعيجة ونعم عطاي ردوي المنيع حقوق وكاظم بالعراق انذاع اسمه بكرم ما مسبوق وكاظم بالعراق انذاع
اسمه بكرم ما مسبوق دول يا ابن العراق تقول للكرب النياقي يسوق يا سكين الكرم كاظم يا المجف للغنم والنور يا سكين الكرم كاظم يا المجف للغنم والنوق يمر طاريك ودول توقف وتقولوا نعميا افتخر بالعندصيت ولا تظل خايف مو بهل الخمر والطمع والحايف بمسلسل رايد تمجد الما معروف نسب ومعركة بحمار ما طايف بمسلسل رايد تمجد الما معروف نسب ومعركة بحمار ما طايف أنا شايف اللي يفخر بالصحن والسيف وادم تفتخر بالعار ما شايف سلامتك الله يحفظك سيد لؤي الموسوي الله يسلمك سيدنا هلا هلا بيك اليوم عندنا خطار من المانيا جواك الله هو دومي ضيفه ادوس سبقتني بالحدث الله بس ان شاء الله اجي اول شيء باسم اللجنه انت مشكور سيد الله يحفظك خدمتك سيد مشكور على كل وقفه وقفتها الله يديمك مشكوره قناه الطليعه بكادرها باسم اللجنه جزاك الله خير نقل للعراق واحنا مقبلين على شهر رمضان كل عام وانتم بخير ورمضان كريم يا ربي باسم اللجنه نقول لك يا كابتن عماد محمد مشكور وصل الشباب العراق النهاية آسيا سنت يستاهل كابتن وهذا الإنسان يستحق أن نذكره أي والله بالله العظيم أي والله شكراً لكل شخص تابعنا نعم شكراً لكل شخص استهلكنا وقته وإحنا هم بعد فترة إن شاء الله مقبلين على شهر محرم وما زال صارت قراءات أنا أرد أقرأ لجدك الله يحفظك مولاي الله يديمك الله يسلمك حياك سيد الله يسلمك فأقول هلا بهذا الضعن والجاي به يسير ضعن شايل وجوه الخير ضعن شايل المعصومين ويلالا وجوه الخير هلا بهذا الضعن والجاي به يسير ضعن شايل المعصومين ويلالا وجوه الخير طلع واثق من حسابه يقين بثورة التغيير طلع خاف الرسالة تموت ولتحكم أصحاب البير الرووا عنك فلا فهموك فهم ناقصهم وتفسير الرسائل ما تجيب حسين بالطف يدري شين هي صير نعم صحيح انت مديك الله من صيارك الله حكي ساعة ولا جابك سلامتكم سيد علي قبل أرحب عندنا ضيف مهم سيد علي أريد مال غمرايج يا داعش ما هنالك كيف قفقفت المكركب بارحات الصيف دبر حظك يا داعش لا هنالك كيف طحت بحلق آفة وتحت حد السيف قفقفت المكركب بارحات الصيف صقور الملعب طبه ولا تطاول يا الزرزور واللي مال نجد الخالدية نجد الخالدية كان عندنا قصور يوم الظلم سماها وغدا الما ويثور السما صارت جهنم والجزيرة قبور هم حاضن ويا الموت محاضن هم حاضن ويا الموت محاضن كنا مشابق مال احباب محاضن ويا الموت يا عدي الله 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 يستاهلون المجاهدين اخوانك بالحشد هذول الناس اللي ضحوا أنا ابن الجنوب ابن الجنوب ويا أشرق وما عف ذيك الشروقية أنا ابن الجنوب ويا عم شرق وما عف ذيك الشروقية اشروق اشروق انا من الاعمار من القصب والهور شعر والوطن من طين حري الله 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 انا من الفرايات اي هسه عدلت هسه العدل اي هسه عدلت انا من الفرات أنا من الفرات ولبت التاريخ وصارت غيرتي الغيرة الفراتية أنا ابن الانبار بكل وقت موجود وتعجبني السوالف على الغربية الله أنا هيل ما يندلهن إيه ودلهن هال ما يندلهن دلهن هال ما
سيدنا الغالي. أريد أزوجة للشهداء للمجاهدين براحتك. والله يستاهلون. ما أنه أنا أحد المجاهدين وياهم. أكيد 100%. سيدنا إحنا هالهم والمعالي. نعم. إيه. إحنا هالهم والمعالي وإحنا حشد الله الفرك. نعم. خشمي اللي تعدى على حدنا ونزله لأسفل درك. احنا هالهم والمعالي هلا واحنا حشد الله الفرق خشبي اللي تعدى على حدنا ونزله لاسفل درك. احنا كل زلمه بزلمنا بمعركه كون اشترك من بين الاف يميزونا من بين الاف يميزون احسن. اذن شكرا لسيد علي، شكرا لعدي الكعبي، شكرا لكرار وصير، شكرا لسيد غالي. بس فقره واحده سالتنا عليها حتى جاوبك، قلت لي عندك ضيف مهم. سيد لوي هسه خليها ورا الفاصل. اه يلا خذ. الله يسلمك، الله يحفظك. احنا ضيفنا اليوم من المانيا جاي، حياه الله. حقيقه اجى حتى يتابع الحلقه الاخيره. هو جاب لك الايفون لو غير؟ لا 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 لا. تحياتنا لسيف البدري اللي اجانا من المانيا. حياه الله، حياه الله. يا سيف اخ عزيز يعني بعيدا عن كل الامور. الله يسلمك، الله يحفظك. اذا اعزائنا المشاهدين، شكرا لجنه التحكيم اليوم، او ان شاء الله راح تشاهدون اليوم الحلقه الاخيره من برنامج مو العراق، ونتائج التصويت وصلتها من دكتور حيدر. فلذلك ناخذ فاصل وراجع لكم. يظهر بكل من يلاجي صلبوني لوح البعيده، الحشد يبقى الاحشد اي واحد داح الباب، وابو مهد الكلب راح للعبيد ما يتقابل، ما مشنا يطق عليه صبح امه حشد والحور تدعي الطايح تنوله. هاول قالوا عنهم طاحوا، هاول قالوا عنهم طاحوا لكن بالفرد وردوها الحقوق الضاعت. على اسمك يا حج الله، على اسمك هذا الموسم سمينا، على اسمك يا حج الله، على اسمك هذا هلا هلا صاحب اول فكره لبرنامج مهوال العراق، وصاحب اول مهرجان على منصه للاهازيج، الشاعر الحبيب والقريب ميثاق الزيده. وحياك الله يا ميثاق. حياك الله ونعم. اهلا وسهلا. معروف معروف. هلا ابو عهد، حياك الله. ابو عهد لقب ترى مو اهلا. انا هذا الزلمه كله بالله. حياك الله. اللجنه الكرام وسهلا. اهلا استاذ ميثاق. اهلا شرف. على راسي استريحوا استريحوا. حياك الله. ميثاق الزيداوي. ونعم. حياك الله. ميثاق معلم يعني. اكيد معلم انجليزي. وهو مشكور على كل ما قدم. هسه هو راح يحكي لكم بس بالانجليزي. انا قبل لا يحكي اهني على رئاسه منتدى جمار. موفق. ممنون سيدي. هذا الرجال قام مهرجان طوب احسن يوم قواري يذكره عوده ويذكره سيد لؤي. هذا الرجال جاب الموجودين بالساحه هسه كلهم الموجودين حاليا. هذا الرجال له فضل كلش كبير وما ينسى. بعد بيت صاحب الفكره هو. ما عليك زود. استريح ابو امير. موفق موفق. دكتور حيدر ايضا ينقل تحياتي لك. جزيل الشكر جزيل الشكر. جزاك الله خير. جزيل الشكر. ما يقصر الدكتور ان شاء الله. اهلا سيد. حياك الله. حيا الله سيد مولاي العزيز. سولف لنا على اول فكره، شلون جتك فكره مهوال العراق ومن كنت تتصل بيه من اللجنه؟ نبدي من المهرجان، لان المهرجان نعم. اللي كان بالسنه تقريبا 2014-2015 اللي هو مهرجان الطوب احسن لو مقواري. نعم. مهرجان الهزوجه العراقيه الاصيله، هو اول مهرجان للمهاويل على المنصه. نعم. كان وخرج او طلع الكثير من الخدم، الكثير من المهاويل، وكان سبب في اطلاع اسماء ونجوم من خلال هذا المهرجان. صح. وشاركوا فيه يعني من نبذه من النجوم ومن اسماء المحافظات المبدعين. خلص المهرجان، صار عندك فكره انه برنامج مهوال العراق.
اي بعد المهرجان طبعا احنا اللجنه كانت اللجنه التنظيميه لاحياء التراث والادب الشعبي في محافظه ميسان، وشخصك الكريم كان في احد هذه اللجنه، والاخ الكبير ابو عباس عدي الكعبي والسيد لؤي، وايضا كنا مع اتصال مع السيد علي الميالي والكبير الراحل محمد المياحي. فكنا ارتئينا يعني من بعد المهرجان، ارتأت اللجنه ان تقرر هي مسابقه مهوال العراق ما بعد المهرجان. قبل ان نقدم لك الشكر، اكو سالفه معروفه بالوسط الحسيني خصوصا، سولفها الشيخ جعفر الابراهيمي الله يطول عمره الله يطول عمره. السالفة اللي هي عن هذول الأصدقاء الاثنين اللي واحد من عندهم ضاعت فلوسه وقال بالضبط الله يحفظ الشيخ. هاي السالفة هي للشيخ خالد الكشكول الزيداوي، نعم الله يرحمه الشيخ خالد، يعني أحد أعمام ميثاق الزيداوي الله عليه والله يرحم روح الشيخ الشيخ خلف أبو محمد. شكرا لك يا ميثاق، الله يعزك، شرفتنا سيدنا العزيز. لوحة أنا خالد. قبل لا تقرا ميثاق، قبل لا تقرا. أي أبو عباس. خمسولف على بيت كشكول. نعم. هاي الأسماء الرنانة. الله يعزك نعم. يسلمك. عافية أبو عباس. هاي الأسماء المشرفة. نعم. هذولي ستر وبخت وثاية. الله يعزك. هذولي ناس لهم تاريخ بالجهاد بالكرم. ولا تهون. ويمكن العراق كله شاهد فاتحة الشيخ الله يرحمه، وهذا الإنسان اللي يعجز الوصف عنه حقيقة. الله يرحمه. يعني الشيخ خالد ما نقدر نسولف عنه لا بيوم ولا بيومين ولا بثلاثة. توصل تحياتي وتحية الإخوان. الله يعزك ويسلمك. بعد طلب للسيد أقول ما تكمل سبحتك لا تعب الخيط، اش ما تلضم خرزي الراد لك شاهود. ما تكمل سبحتك لا تعب الخيط، اش ما تلضم خرزي الراد لك شاهود، ولا تقل لعدد والعدد هم مطلوب، لكن كله النثايا ويردن تشادود. صح سيوف عدك والاعداد هواي، لكن كلهن عمو ما بيهن المبرود. اذا خيال ماكو لا سرج الخيل، وشن ذنب المهر والسرج بي مشدود. خل بكل عتادك ما يحط نيشان، بوش بلا رصاصش ينفع البارود. ومعفية الخيل تصهل والهداد تريد، معفية الخيل تصهل والهداد تريد، لكن فارغ ظهرها وما مش الهادود. ومتروك الرسن متروك الرسن، تركت نهر ممدود، ما ينفع بطوله من السدر مسدود. برح حثوكهن بس الجفوف قصار، برح حثوكهن بس الجفوف قصار. وتتعب بالمقاطف تتعب بالمقاطف، ثابت المقصود. كثيرة طيور تنغك فوق سطح الماي، هواي طيور تنغك فوق سطح الماي. وموجود السهم بس غايب الصايود. أحسن. موجود السهم أحسن. أحسن. أحسن الله إليك سيدنا العزيز، ممنون منك وشكرا علي السعيدي الوياك الأخ العزيز المرافق علي السعيدي. شكرا للدعوة وشكرا للدكتور حيدر العسكري ايضا حتى لا ننسى، وشكرا لكادر قناه الطليعه بصوره عامه بدون اختصار. واتمنى التوفيق لكم وللجنه. شكرا للسيد رضوان، واتمنى التوفيق للمتسابقين، ويا ربي دوام الموفقيه والنجاح ان شاء الله. مولاي العزيز حياك الله. حياك الله. اذا نستكمل وياكم مهوال الطليعه لهذا الموسم حيدر الكعبي. حياك الله وسهلا. حياك الله وسهلا حيدر. اهلا وسهلا. يستاهل مهوال الطليعة حيدر الكعبي. اهلا حيدر. تسلم. حياك الله ابو كرار. اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابو كرار. اهلا وسهلا بك وحياك الله. موفق ان شاء الله. الله يسلمك. شكرا لك يا حيدر الكعبي. كل التوفيق كل التوفيق موفق حيدر. موفق. تستاهل 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 كل التوفيق. موفق ان شاء الله. طبعا من خلال برنامج مهوال العراق وقناة الطليعة، هذا الدرع أنا أقدمه للأخ الكبير
اللي داعمني برنامج مهوال العراق اللي هو الشيخ حرب عباس ياسين الكعبي. حياتنا إليه. حربي اللي دعمني الله يسلمه. سؤال، هاي الجائزة الآن شنو تعني لك؟ هاي يعني الجائزة تعني لي بحيث أنت وصلت للنجاح. إن شاء الله. تسلم تسلم. وصلت للنجاح. إن شاء الله يسلمه. أنا من خلالكم يعني أنتم الأساتذة. شكراً لك. هذه هذه الهدية راح أقدمها للشيخ حربي. يستاهل. هو داعمني الأول. يستاهل. وسلمنا عليه. هذه الجائزة أكو ناس يعني تسلم عليها طبعاً، هاي الجائزة هي مقدمه من قناه الطليعه خارج نطاق التصويت يعني بالضبط. التصويت والفائزين احنا على اساس نعطيها كنا المرتضى عزيز ايه؟ بس مرتضى قال لا انا مشارك صح. فهاي جائزة انا بالنسبه لي هي اختياريه لصح حيدر انه ما تاهل للنهائي او للتصويت لكن كان لكن حيدر هو. كان يستحق وكلهم يستحقوا. شكرا لك يا موفق. شكرا يا عزيز. موفق موفق حيدر. اذن اعزائنا المشاهدين نعم الأسماء الفائزين بالمركز الثامن إلى المركز الخامس ارتأت قناة الطليعة المركز الرابع ارتأت قناة الطليعة إنه الأسماء يكونون كلهم مركز رابع. كل الأسماء اللي راح يكونون بالتسلسل الموجود كلهم مركز رابع. فلذلك خلي ندعي المتسابقين جميعا. متسابقين جميعا تفضلوا هنا. تفضلوا هنا استريحوا جميعا. حياكم الله. طبعا ارتأت قناة الطليعة انه المتسابقين اللي تسلسلهم وجابوا أصوات أقل راح يكونون كلهم مركز يعني ما بعد الثالث كلهم رابع إن شاء الله. ما بعد كلهم مركز رابع والمراكز الاولى ايضا. بس سيدنا اكو تفاوت بالاصوات اكيد راح بس راح سنت يعني سنت سنت حتى سيدة انت كل من اصواته حتى خادم خدمتك الراس سن سيدنا الغالي ان شاء الله. حياكم الله واهلا وسهلا بكم موفقين ان شاء الله. حياكم الله ان شاء الله الكل موفقين كل التوفيق محمد وآل محمد. احنا بالمركز الثامن المركز الثامن ويانا اللي حصل على عدد الأصوات 6068 صوت هو المتسابق زين العابدين البركي من المثنى. حياك الله زين العابدين. حياك الله زين العابدين. اللي نعطيك المايك. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. موفق إن شاء الله. بالمناسبة سيد رزوان ترى هو انسحب من التصويت يقول لك رامن المرتضى. نعم منه موفق. أحسن. موفق. شكرا لهذا التنويه. أي. زين العابدين قبل لا أعطيك الجائزة أريد أسمع من عندك شيء بسيط. تسلم تسلم تسلم. أيوة. أقول مشط الباشا وصفك بالصعب يحصل يا در الثمين الما يخف يثقل. مشط الباشا وصفك بالصعب يحصل. إيه أبا لجنة سيد علي عدي خلنا جيم خلنا سيد لوي تعرفنا جزاك الله زين زين يستاهل. أنا خليني هنا لا لا يمنى 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 طقوس طقوس يمنى يمنى احنا نريدك يمنى مشط الباش وصفك مشط الباش وصفك بالصعب يحصل لا در الثمين الما يخف يثقل حتى الخيل من اسمك طريتا غدت تصهل رد تنشد لبيتك رد تعود عند الغنم من التعريف قالوا عنا لا تسأل غنم من التعريف قالوا عنا لا تسأل هونت المطيح قوقة صنقر هونت المطيح قوقة صنقر تكرم بالكرخان علي وانت المطيح قوقة صنقر سيد فريق فريقي سيد لوي اي انطي الشرف لي يستاهل الشرف مولاي طيب مولاي المركز الثاني مايك. ايوه نعم العفو كل التوفيق وانا اشكرك انك ران ذاتك لان تنازلت عن حقك وطيت المرتضى. الله يسلمك كل التوفيق يا رب. شكرا لك يا زين. موفق جزاك الله خير. موفق يا حبيبي. اللي حصل ويانا على المركز السابع
اللي حصل على عدد الأصوات 7300، اللي حصل على المركز السابع حصل على عدد الأصوات 7390، هو من ميسان شاكر الفرطوس. يستاهل. أهلا وسهلا. يستاهل. يستاهل. يستاهل شاكر. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هلا بشاكر. هلا حياك الله. هلا عافيه شاكر. عافيه شاكر. انت فريق عدي مو؟ اي فريق عدي. يستاهل. عدي الكعبي شاكر دواك الله. يستاهل. يستاهل شلونك؟ هاي الدعم ماله الحمد لله. انت ما طول وصلت لهي المرحله انت شاعر موفق ان شاء الله. ان شاء الله مستقبلك قدامك ان شاء الله. تستاهل كل الخير. انت شاعر. شاعر شاعر. تستاهل كل الخير. موفق ان شاء الله. كل التوفيق شاكر. كل التوفيق. شكرا لك يا موفق. شاكر ولاي شنو شو زعلان علينا؟ لا والله لا 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 ما زعلان. سمعنا شيء؟ لا والله ما قلت. خله براحتك. خله براحتك. خله براحتك. يلا خله براحتك. هي لحظات حاسمه هاي اكيد. المتسابق بالمركز السادس اللي حصل على 11410 صوت من كربلاء المقدسة أمير الفرطوسي. هلا 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 أمير. هلا هلا أمير. هلا هلا أمير. فريقك مو؟ أي فريق سيد علي. أي تستاهل أنت سيد علي. تستاهل 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 تستاهل. أمير شلونك؟ قواك الله مولاي. موفق إن شاء الله. قواكم الله. زين؟ واني بالنسبة لحشدي وشو بدمي. اي هلا هلا هلا. اقول الحشد بركان يرهب لليض الداميج. الحشد بركان يرهب لليض الداميج. هولاتن وتهيي بلعك منيهي. هو داعش شال منا ما يبل عشريج. هولاتن ضم زلام الشايب. هولاتن ضم زلام الشايب. طيحت من عصن صديوان هولاتن ضم زلام الشايب. تسلم 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 تسلم. كل التوفيق. كل التوفيق. هلا موفق كبير. موفق أحسن. إذن بالمركز الخامس حصلوا يعني على عدد أصوات 11490 صوت من ميسان محمد الكعبي. يستاهل. هلا أبو جاسم. يستاهل. يستاهل. أبو جاسم. يستاهل. أبو جاسم. يستاهل. موفق. موفق. هلا. 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 موفق. 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 موفق إن شاء الله. تستاهل. أبو جاسم. حياك أبو جاسم. كل التوفيق يا رب. كل التوفيق. سمعنا لو لا. اي سمعي هاي لاقطه بطل انت وصلت. ايه اها 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 كان الشعب يشتردون واحد خامس واحد موال الطريع كان شطون كم بعد ان فطرت قاعنة. اي وانتم ترستوها رخيصة ارواحكم للوطن بعتوها. رفع المايك محمد. ان فطرت قاعنة. ايه وانتم ترستوها رخيص ارواحكم للوطن بعتوها. احسنت. صرت ضماد لما ذبحوا التاريخ وبقصصكم الجيه لو سام شلتوها. معازيب وتعلمتوا من العباس القمر ضيف سهم والجيه لضيفوها. من عباس الغير العتهم. من عباس. احسنت محمد الكعبي من ميسان. موفق ان شاء الله. موفق. اذن حصلوا ويانا على المركز الرابع باصوات 12140 صوت من البصرة الفيحاء علي المالكي. يستاهل. هلا بحسين. هلا بحسين. هلا هلا. موفق. التوفيق. موفق. هلا على موفق على برزاقي الدرع ذاك مال. اهلا وسهلا يا علي. اي علاوي الغالي. نعم. وهو المركز الرابع الفعلي. ما قصرت. موفق ان شاء الله. موفق. موفق. سنت. اهلا وسهلا بك. علي سمعنا شيء لو ما تقدر. اي تفضل. على هم شن زعلان علي. لا لا علي زعلاني. زعلاني. ثم اخوان احنا مصوتين. انت مال التصويت وكل من مجموعته وكل من ناسه وكل من وان شاء الله المسابقات. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يوفقك. أيوة جميعا موفقين. مسابقاته هواي. لا والله والله احسن. يستاهل. يستاهل ابو مهدي. بسنين القحط متخومين. نعم.
يوسف من ولد عدنا سمع شايب صفة تاريخ عليك يريد بس يدنا الله 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 سطرت مرة ليحكي عليك لا هزك ولا هزنا سطرت مرة ليحكي عليك لا هزك ولا هزنا الضايق مر فراقك يفتح بالحنظل رجال الضايق مر سنتوا إذن طبعا علي المالكي هو الحاصل على المركز الرابع الأخوة البقية جميعهم حصلوا على المركز الرابع من قناة الطليعة وكان رأي أنه الدكتور حيدر حتى نعلن الأصوات حتى كل واحد يشوف أصواته وحتى يعني يشاهد مساحته ويشاهد نعم. العدد الحقيقي الناس بالضبط لأن تعرف أنت أكو ناس يعني يجوز مثلا يوعدون شخص ما هي مثل انتخاب الصحيح هسه تعرفون أنت الناس اللي من تضعي ورقة الله بس النتائج الأولى ياهل يعني تتوقعون أول ويا تتوقعون ثاني ويا تتوقعون ثالث أول مرة خلي كلهم أولهم ندعي المتسابقين الباقين يجون هنا حتى ما راح أقول الأول والثاني والثالث تعال لا يقسمونه غير حساب بس الثلاثة غير لا زين استلمت زين الأكلية تأخذ الطليعة وتروح حياكم الله هلا بكم يا مرحبا هلا هلا بالأبطال حياكم الله عادل الخيقاني شلون أنا هذا الخيقاني زين باسم الخيقاني تعرف الشعر باسم باسمنا بعد من السوق اي والنعم هو هنا بوضه جديده بعد صار بغدادي قرار هلالي قرار هلالي كضيتك ذاك اليوم شلون قال انا قلت له شلون تقول هلالي هو قال بن بن حسين هو اول مره بدر من قال لا لا رجال قال لا هلالي شلونك كرار زين مرتضى التاوي شويه تقدموا لنا اللي قدام شويه تقدموا لنا اللي قدام خدمتكم احنا نعم إيه. الاول ياهو ياهو الاول حياكم الله حياكم الله هم كلهم ابطال سيد علي الميالي ها شنو رايك فريقك يفوز فريق عدي يفوز فريق كرار يفوز فريق لوي يفوز عماني دوم الاول وما ارضى غير بالاول والله مزام ثاني ولا ما جابوا لي الاول من هنا يروحون لهلهم هنا مرتضى هنا مرتضى هنا كرار دير بالك لا توقع مرتضى هسه عمان الله حق لكم هي بينت هنا مرتضى يعني انت الاول هنا يعني انت الثاني وانت الثالث هي مبينه لا 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 لو هيك صايره كاتبنا من ناوي بس هسه ما طول واحد هسه احسب اللي يحسب منين؟ واحد اثنين لا احنا عربي عربي منا عربي واحد يجوز منا اي منا العربي انجليزي ما اي كرار لو صاير انا يشهد الله اتمنى لهم اللي الكل وكل الاخوه الباقيين اتمنى لهم كل التوفيق الله يستاهل للامانه هاي انتم اللي وصل لهي المرحله الكل فايز الكل فايز ما بي خسر هاي اللي يوصل للتصويت شعر القضيه الصوت ما تاثر على الشعر ولا انتم كلكم شعراء وموفقين ونتمنى ان انتم ابطال المرحله هاي او انتم راح تمثلون هذا الوسط وان شاء الله تقدمون الافضل واتمنى لكم ولاخوانكم كل التوفيق من خذاها عباس النصر الله اول سنه ايه سويت هوسا تورمي وصبليت اسبوع ما ادري ايش قد لا كنا صف هاي بس بس واحده هسه اذا خذيتوها السنه بس واحده لا سرع انقطع لا لا بعد ماكو فرح ليه متى فرحنا بالاول احنا فرحنا لما محمد الميحة هوس صحيح اقسم بالله زين وانا اللي ادعوهم ثلاثتهم كل واحد منهم ان شاء الله فايزين اذا واحد اخذ الاول نقول اليوم فوزنا هديه لمحمد الميحة اي كله ان شاء الله الله يرحمه محمد الميحة يا الله سيد اعلن النتائج انا بالنسبه لي راح على النتائج اولا اللجنه تتاخر شويه اي نرجع سيد ترى حتى احنا تعبتنا ترى موتتنا سيد انا بكيف دكتور حيدر مرضتنا دكتور حيدر احنا الدكتور حيدر يستعجل لنا انا بالنسبه لي يا الله خلينا اعلن صاحب المركز الثالث راح اعلن صاحب المركز الثالث وقل لنا بالاول وخلنا نخلص صاحب المركز الثالث منو صاحب المركز الثالث اللي حصل على 16 حصل على 16,000 صوت و860 حصل على 16,000 صوت و860
حصل على 16000 صوت تقول قول من النجف الاشرف كرار الهلالي يستاهل 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 فريقك سيد علي فريق كرار يا حبيبي هذا ابو رزاق يستاهل ابو قبل لنا احنا نريد يسمعنا فرد شيء بعد هو براحته سيد قبل لا يسمع هذا الزلمه احيا سيد لؤي واخوتي هذا احيا الهوسه الفراتيه القحقر حقيقه هذا الرجال ولا تكريم من عدي من سيد علي بعد واحدة للأمانة بموسم هزوش الطف ومهو العراق كرار كان إلى فاكهة بطل والله حقيقة وفق فأنا بسم الله أشكرك ويستحق والله والله يستحق يلا سمعنا سمعنا بقبرك بقبرك يا شايب نرتاح وتطمن لسه حقدك زين بقبرك يا شايب نرتاح وتطمن لسه حجدك زين ومثل الوسم ما ننزاح وعلى خشوم الزلم باقي ومثل الوسم ما ننزاح وعلى خشوم الزلم باقي الجيل الما لحق عمره لحق واليوم متحزمين الجيل الما لحق عمره لحق واليوم متحزمين انت لمدرستك ما تتفلش ها ها انت لمدرستك ما تتفلش انت لمدرستك ما تتفلش وبكل عام يسجل جيل انت لمدرستك ما تتفل وبكل عام يسجل ديل انت لمدرستك ما تتفل وبكل عام يسجل انت تسلم 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 احسنت يا كرار الهلال وتحياتي لكل اهالي النجف الاشرف شعراء النجف الاشرف تسلم مبدعين النجف الاشرف تسلم لعلع بباب علي ايها الذهب ساهل مدينه امير المؤمنين هلا بولاد علي كل التوفيق هلا بعد عيني أخوي أبو هاشم المركز الأول نعلن المركز الأول ما قالوا للجنة من يتوقعون المركز سعيد لا تاكل قلوبنا قولها وخلقها مرتضى مرتضى نقول المركز الأول هو ريال زامطنا مرتضى نقول المركز الأول لو المركز الثاني دكتور حيدر الأول 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 المركز الأول اللي حصل على 67000 صوت ايه المركز الأول اللي حصل على 67000 صوت على 67650 صوت من المثنى مرتضى التوب موفق هلا هلا موفق عادل موفق ثاني هلا موفق 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 اسمع يا ربات مسير اسمع يا ربات مسير جبت التلعه ورفعت راس اسمع يا ربات مسير تسلم تسلم احسن احسن تحياتنا لعشيرتك ولوالدك ولوالدتك تسلم نومه ستني تسلم اعطينا مجال سيد علي انت المقدم انا المقدم هذا فريقي وانا الفزت اليوم اعطينا مجال سيد علي لا ماكو مجال ماكو اليوم فريقي فاز اعطينا مجال وخذ مرتضى التوبي اولا موفق ان شاء الله كل التوفيق كل التوفيق كل اخوتك هم مبدعين سيد علي اعطيني المايك بس خلي اسلم اول مره المايك قبل الهدي اسمع مرتضى شو يقول انا اريد اسالك سؤال مرتضى شفت انه لك مقطع شفت لك مقطع انه اهل السماو يعني يمك المثنى وايضا موجودين حتى سيد حميد الياسر ايضا مسؤول لواء انصار المرجعيه فشكرا اولا للتوبه شيوخ آل توبه خصوصا الله رحمه والغفران لروح المرحوم سيرة الجانمو ابن هس الشيخ كريم آل محيس كريم آل مسيرة نعم 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 يلا يا مرتضى سمعنا سمعنا مرتضى أقول أراد لال واكر نافس أراد لال واكر نافس الطار لاح الغام تسلم أراد لال واكر نافس الطار لاح الغام من صوب الجنوب ودرت ابن حشيم من صوب الجنوب ودرت ابن حشيم يشكر كل غيور بلجنة التحكيم يشكر
لك الغيور بلجنة التحكيم. ما قال لك على المقدم شو؟ أنت ميزان الماي يتمايل. أنت ميزان الماي يتمايل. يفرض رايع للحكام. أنت ميزان الماي يتمايل. مرتضى ما توس علي. إذا ما توس على السادة وعلي اعتبر هذا الدرع ما يطيق يا سيدي. هوس على السادة. يهوس جدك يهوس جدك الحسين. يلا براحت. هوس إنه هوس الإمام حسين. كيفك باختيارك للعباس باختيارك للعباس العباس هاي اللي قريتها بميدان العباس ايه مرامك اقول بك ام بخت بالعباس ميت مش ويانا بك ام بخت بالعباس ميت مش ويانا شوف القبل بميدان تلقى رسوم نشانه خوش شوف القبل بميدان تلقى رسوم نشانه عمي عليك يا العباس عيني عليك عميانه عمي عليك يا العباس عيني عليك عميانه ها ها اقعد يا الكاسر خاطر زينب ها اقعد يا الكاسر خاطر زينب خاطر زينب يسوى الماء اقعد يا الكاسر خاطر زينب الله يسلمك وانت حقيقه الشكر مفضول لزين العابدين مرتضى نجاحك وفوزك مرتضى تسمعني من رخصة اللجنة أولا أكيد محافظة المثنى طبعا مناسبة بعد متسابق اللي فاز المركز الثاني أكيد أنه محافظة المثنى السماوة الرميثة خصوص تبي السماوة بالرميثة مو مرتضى له بالسماوة بالسماوة بالخضر أكيد يعني السماوة راح يكون لها استقبال لمرتضى مثل ما أهل البصرة استقبلوا الفائز الأول كان رعد المياحي وأكيد مثل ما استقبلوا ذيقار الفائز الأول كان عباس النصر الله وأكيد قناة الطليعة راح يكون لها موقف تجاه الفائز الأول وراح يكون لها حلقة استقبال إن شاء الله وبرنامج أيضا مراجل راح يكون لها ترتيب لمرتضى عزيز التوبي وان شاء الله يا رب بالتوفيق شكرا لك يا مرتضى يلا سيد علي موفق 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 حبيبي موفق دكتور حيدر لازمك وتكريم للفريق الاول انت تكرمه لان فزت على الجماعه تدري يلا موفقين يلا موفق ان شاء الله سيد علي وموفق يا مرتضى تستاهل تستاهل اذا حصلوا انا على المركز الثاني بعدد أصوات 32,210 صوت المتسابق عادل الخيقاني من ذيقار كل التوفيق شبايش كل التوفيق كل التوفيق موفق كل التوفيق موفق يا حبيبي كل التوفيق موفق 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 عليك موفق موفق حبيبي موفق سيد رزوان سلم عليك نعم عفو عادل حياك الله عادل قلاء اعطيني المايك اول مره خليني نسمع صوت عادل السلام عليكم قواكم الله هلا عادل وجهك للكاميرا احكي براحتك في اللي يعجبك للمجاهد ابو مهدي المهندس احسنت الكفو تشيس وسبيل وياه الكفو تشيس وسبيل وياه يستاهل من تقله ايه الشايب عد الامريكان راحت بال ما خله عافيه قلق للبيت الابيض شان حط بقلوبهم عله يا داعش تعب مال سنين نال من التعب كله عافيه هاو امريكا احتارت ويا الشايب هاو امريكا احتارت ويا الشايب موسى وشلب بالزردوم امريكا احتارت ويا الشايب موفق سيد لوي موفق يا عادل شكرا يا عادل شكرا لمدينتك اللي وقفت وياك وسوتت لك وكل التوفيق يا ربي بدون ذكر الله يسلمك الله يحفظك كل التوفيق كل التوفيق موفق عادل طبعا انتم كلامكم لطيف الله يسلمك مرتضى وعادل وكرار الهلالي وجماعه الحاصلين على المركز الرابع كلهم مهوال الطليعه وميثاق الزيداوي اكو لطيفه كلش الواحد من الشيوخ هسه اجت ببالي سبحان الله من هوس مرتضى على العباس تمام
كل شيخ من الشيوخ بنو مالك الشيخ بلال المالك نعم وقف قبال السيدة زينب سلام الله عليه قال لهم هذا فراش السيدة زينب والتبريد ايش قص صار لما نبدل قالوا له كذا سنة قال لهم هسه تبدلون الفراش والتبريد كله شيخ بلال نعم ونعم الله يوفقه يعني دفعة قلت للحيدر شيال موجود ويانا صديقنا حيدر شيال مالك قلت له ايش اقول يعني هذا موضوع الله يوفقه اي والله الله يوفقه دفعة قلت له طبلها وتخوصر هذا المعدل إيه؟ وقال فراش زينب كله يتبدل اذن اعزائنا المشاهدين شكرا للجنة التحكيم سيد علي الميالي اشكرك مولاي عدي الكعبي حياك الله سيدنا سيد لؤي الموسوي كرال البصيري يا غالي وايضا شكرا لمرتضى مرتضى تعهنا بن صيانه الفائز تعال تعال المركز الاول من فريق تعالوا كلكم تعالوا كلكم ايه؟ تعالوا كلكم ايه؟ تعالوا ايه؟ من فريق السيد كل المتسابقين تعالوا يا مركز ايمن ايمن يا مركز يا ايمن البصيري حياك الله حيدر الكعبي تعال حيدر تعال تعال حيدر الكعبي خذ انتك وفق يا بعد الله وفق تستاهل تستاهل والله والله تستاهل عافية ابني اهلا وسهلا حياكم الله اهلا وسهلا حياك الله موفق ان شاء الله موفق يا علي موفق يا كرار موفق يا عادل اذن هو سيدنا نعم باسم اخوتي اللجنة نعم شكرا للشيخ المجاهد الشيخ قيس الخزعلي نعم تكريما لجنة التحكيم شكرا شكرا من لجنة التحكيم ومن قناة الطليعة ألف شكر الله يحفظك سيدنا يقولون ذكرك ما حقرك نعم إيه بالله ذكر لجنة التحكيم وصاهم بالحشد شكرا لكل إنسان داعم هذا البرنامج بر القاعة والهيئة وقادة الحشد جميعا ومن هذا المكان ايضا نوجه تحيه الى مقام المرجعيه المرجع الاعلى السيد علي الحسين السيستاني دام الله ظله الوارف وايضا كل القاده الموجودين بالعراق وان شاء الله يا رب يلتم شمل مذهب امير المؤمنين واحد بحق محمد وآل محمد انتظرونا في موسم قادم موال العراق الموسم الرابع وريد رب كرار هل ما يندلهم دلنال ما يندلهم دلنال ما يندلهم ودلنال ما يندلهم دلنال ما يندلهم ودلنال 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 ما يندلهم واخيرا يا أبا هلال جئتك من بغداد وأعتذر عن ما فعل بك الأولاد هل أنت مستقبل أمطر تحياتنا إلى كل فنانين العراق جميعا الله يرحم الراحل ابن العم على الداخل تحياتنا لخضير العباس ممنون والله يفوقكم جميعا شكرا لكم انتظرونا